إن شاء الله بإذن الله حسوي لكم بيتزا بالعيش التوست، إن شاء الله تنال إعجابكم. اليوم حأعمل لكم تشكيلة من البيتزا اللي هي بقولوا عليها بيتزا الكذابة، يعني السريعة، على بركة الله. هذا عيش توست شايفينه، يعني طري مش ناشف، شايفينه. حنحط عليه الصوص اللي احنا طبخناه هذا، وكاتشب وزعتر، وحنمده، وبعدين نحط عليه الجبنة والزيتون والفلفل الرومي. حطينا الكاتشب، حنمسحها بالشكل هذا الكاتشب، بس اشي بسيط يعني. هنعملهم. هذا عيش اشراق باكستاني هندي، هنعمل فيه ان شاء الله بيتزا سريعة. انا حبيت هيك اوريكم حاجات سريعة. عارفين الكاتشب بيعمل طبقة كده طرية، على بركة الله. هنعمل بيتزا، هعمل لكم بيتزا بهذه الاوعة بعيش. هنحط البصل، هنعمل بيتزا بالعيش التوست. حطينا الزيت، هنحط البصل، هنقلب البصل بهذا الشكل بس ياخذ لون شوية. هنزل الطماطم عليه، الفلفل الأخضر، واحد فلفل أخضر، نحط عليهم ملح. بسم الله الرحمن الرحيم، ملح سريع سريع. أنا لما يكون عندي الفيديو طويل بسرع في المواد. هنحط معجون طماطم معلقة كبيرة، بعدين هنغطيه عشان يتسبك شوية. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، حطينا عليه فلفل رومي شوية، شايفين ما شاء الله تسبك كثير. حطها على عيش التوست، وبعدين عليها فلفل رومي وزيتون، وبعدين جبنة، وحندخلها الفرن على بركة الله. شايفين؟ شايفين يا حلوين؟ هنحط على هذه، نحن عايزين نعملها سبايسي، نحط عليها شطة بهذا الشكل. شايفين؟ نحط عليها مرتديلا. بعد المرتديلا هنجيب الجبنة الموزاريلا وهنحطها عليها. ساحت انا مطلعة الاغراض من بدري، فساحت الاشياء من حرارة. شايفين؟ هنحط من هذا اللي احنا سوينا على النار على البيتزا بالشكل هذا.
ضفنا على التوست البيتزا فلفل رومي، هنحطها الآن جبنة، ثلاثة أشكال من الجبنة، الصفرة والرومي والمزارين. حطيت البيتزا اللي بالتوست حطيتها بالفرن علشان تتحمر على بركة الله. زيتون، شرايح، في ما بيحبوش الزيتون كتير على حسب الرغبة. بعد الزيتون بعد اللي احنا سويناه هذا نحط الجبنة هذه الشيدر، بعد الهمبرجر سريعة، يعني هذه بيتزا سريعة، وأكيد هذه الأشياء موجودة عندنا في الثلاجة. نحطها بالشكل هذا، شوفوا ما شاء الله، حطينا الجبنة اللي هي مربعات بتاعت الهمبرجر على التوست، هذه البيتزا السريعة. بالنسبة للبيتزا اللي بالهمبرجر أنا حبيت أعمل تشكيلة إلها خاصة، حبيت أعملها فطر، عارفين الفطر بالعلب بدل اللحمة ولا الدجاج، هتكون فيها فطر بالشكل هذا. الإنسان ما بيعرف يشتغل بإيده اليسار إذا مش متعود. شوفوا خواتي كيف صارت، هلا حدخلها الفرن على بركة الله. بالنسبة لهذه الهمبرجر البيتزا الهمبرجر، أيوة، هنحط عليها جبنة شيدر اللي هي جبنة صفراء وبيضاء، يخليها لها طعم يعني اطيب من المازاريلا. هنحط عليها كده بالشكل هذا، هنحط البيتزا هذه بالفرن على بركة الله. لا تنسوا تعملوا لي لايك، تبدوا اعجابكم بهذا الطبق، طبق لذيذ ومفيد وكل اشي فيه طيب. حطينا البيتزا زي ما انتم شايفين بالفرن شوية من تحت، وهلا طلعناها فوق على الشواية. ممكن نحنا نفتح نبسط هذا الجبنة بالشكل هذي عشان نغطيها وهي بتتحمر. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. هذه خلاص ما شاء الله تبارك الله. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، هذه هي البيتزا العيش الشراب اللي هو العيش الباكستاني، بس زي ما انت بتحبيها على البيتزا انا سويتها بهذا العيش على بركة الله.
تنسوا تعملوا لي لايك وتبدوا اعجابكم بهذا الطبق. شوفوا هعمل لكم بطرف التوست اخر التوست، برضو مش هرميهم ولا هاستغلهم في حاجه ثانيه، هعمل لكم بالجبنه النابلسيه والزعتر برضو فطيره. هنحط زيت زيتون، هذا هو الزعتر، هنحط زيت زيتون عليه ونحركه بالشكل هذا، بعدين هندهن فيه قطعتين التوست. زي ما انتم شايفين كده هنبسطها زيت زيتون وزعتر. هنحط جبنة طبعا نابلسية نقعناها وشوية خففنا منها الملوحة، هنحطها عليه على الزعتر. حطيت برضو فطيرة الزعتر اللي هي بالجبنة النابلسي تتحمر شوية تفرد الجبنة. شايفين خواتي، نبدأ نشيل هذه الأشياء نصبها في صحن التقليم. شوفوا كيف مأمر على بركة الله. هنرفع البيتزا الهمبرجر بالشكل هذا، نرفع البيتزا الهمبرجر بهذا الشكل، نحطها في صحن التقديم. ما شاء الله تبارك الله. تشكيلة من البيتزا على بركة الله. شوفوا ما شاء الله تبارك الله خواتي، أنا عملت لكم تشكيلة من البيتزا بعيش منوع. هذا عيش التوست، هذا عيش همبرجر، هذا عيش التوست، وهذه بيتزا بعيش الشراك الباكستاني على بركة الله. إن شاء الله ينال إعجابكم، لا تنسوا تعملوا لي لايك وتبدوا إعجابكم بهذا الفيديو، وقولوا لي ايش اللي عجبكم من هذا الفيديو.